ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لمن القبور الدارسات بطيبة، لمن القبور، لمن القبور، لمن القبور، لمن القبور الدارسات بطيبة، عفت لغى أيدي الشقى آثارا. لمن القبور الدارسات بطيبة، عفت لغى أيدي الشقى آثارا. قل للذي أفتى بهدم قبورهم، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا. لمن القبور الدارسات بطيبة، عفت لغى أيدي الشقى آثارا. قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، والله نارا، أعلمت أي مراقد هدمت؟ أعلمت أي مراقد هدمتها؟ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تلخيص ما مر في الليلتين الماضيتين أيها الأحبة، للإخوة اللي كانوا محاضرين وما متابعين، إذا نكمل من دون أن نشير لما مر في الليلتين لعله يكون الكلام مواضح عندهم. بحثنا لهذه السنة هو مصاديق المقدسات في الإسلام في ثقافة القرآن الكريم. قلنا بالليلتين الماضيتين أن قدس الأقداس هو الله تعالى في الإسلام، صحيح، وهذا أخذ من عندنا ليلتين، وحتى بقية المقدسات اللي تأتي من بعد الله فإنما أصبحت مقدسات لارتباطها بمن؟ بالله تعالى، هذا بيناه. وهذا فتح لنا أبواب واسعة على أبحاث مهمة بيناها بالليلتين الماضيتين. من أهم الأبحاث اللي طرحناها بالليلتين الماضيتين مصاديق الشرك في القرآن الكريم، واكتشفنا أن كل المصاديق لا تنطبق على مسلم موحد لله تعالى، فلما يكفر المسلمون اليوم؟ يعني بينا مصاديق الشرك في القرآن ما موجودة الآن بمسلم ولا يعتقد بها مسلم، فلما يكفر هذا أو ذا؟ زين، هذا هم بيناه. وانتهينا ليلة البارحة من المصداق الأول للمقدسات اللي هو أصل المقدسات، أساس المقدسات، قدس الأقداس كما عبرنا وهو الله جل وعلا. المصداق الآخر للمقدسات في القرآن الكريم، حتى أوصل لمراقدنا، أوصل للبقيع شوية، خلي أستعجل. المصداق الآخر للمقدسات في القرآن الكريم هو القرآن الكريم، واضح الفكرة؟ المصداق الآخر للمقدسات في القرآن الكريم هو شنو؟ هو نفس القرآن الكريم. القرآن الكريم مقدس يوم مقدس، مقدس،
هذا بصراحة ما أريد يأخذ من عندي كما أخذ المصداق الأساس الأول، فقط أشير لإشارة سريعة بخمس دقائق حتى أنتقل للمصداق الثالث والرابع، وهنا أريد أتوقف باعتبار إحنا الليالي البقيع حتى ما نظلم البقيع، ما ظل شيء بس الليلة الآتية وأختم. زين، القرآن الكريم أيها الأحبة هكذا قال الله فيه، هكذا قال الله تعالى فيه. طبعا هو أكو كلام بالقرآن الكريم وقداسة القرآن الكريم وعناوين القرآن الكريم وخصائص القرآن الكريم، وهذا بحث بحد ذاته يحتاج إلى ليال طوال. أنا أريد أخذ من كل هذه المعلومات نكتة قرآنية واحدة أشير لها، من خلالها نبين قداسة القرآن حتى أنتقل للمصداق الثالث في المقدسات في الإسلام. أيها الأحبة، الله جل وعلا قال عن القرآن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، تفتولي، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله عبر عن كلامه اللي هو القرآن الكريم أنه شنو؟ عظيم. الله عبر عن القرآن أنه شنو؟ عظيم، والقرآن العظيم سماه رب العظمة، رب العزة، رب الجلالة، سمى القرآن عظيم. أسألكم بالله، لما القرآن الكريم وهو كلام الله يكون عظيم في نفس القرآن الكريم، لما يكون عظيم يجب أن يعظم من قبلنا أو لا يعظم؟ ها؟ لا بد أن يعظم، باعتباره هو عظيم لا بد أن يعظم. واضح؟ بس أشرب هالنكتة هاي سريعة للقرآن حتى أنتقل، باعتبار قداسة القرآن الكريم ما يناقش بها مسلم فما يحتاج نقف عندها كثيرا، يعني من المسلمات عند الجميع. زين، بعد القرآن الكريم نفسه كون عظيم فلابد أن يعظم، القرآن الكريم يصف القرآن الكريم بأنه كريم، إنه في الواقعة في سورة الواقعة المكرمة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. باعولي، إنه لقرآن شنو؟ كريم. هناك يقول عظيم، هنا يقول شنو؟ كريم. لما القرآن كريم لابد أن يكرم من قبلنا أو لا يكرم؟ لما يكون عظيم لابد أن يعظم من قبلنا أو لا يعظم؟ يعظم، مقدس، والمقدس يعظم وشنو؟ ويكرم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في الواقعة في كتاب مكنون، هنا في لوح محفوظ. نفس الشيء، نفس الشيء. أساي أبحاث أنا مبينها سابقا، شنو يعني في كتاب مكنون، شنو يعني في لوح محفوظ، هاي بالبروج ذيك بالواقعة، هاي مبينها سابقا ومتكلم بيها بالتفصيل، وشلون المطهرون أصحاب آية التطهير هم يمسون حقيقة الكتاب الكريم والقرآن المجيد في الكتاب المكنون واللوح المحفوظ، وهذا شيء ترتب عليه من آثار. هذا كله مبين بأبحاث مفصلة سابقة ما أريد أكررها. الآن القرآن مقدس في الإسلام، في هاي الآية الثالثة الله يعبر عن القرآن مجيد. لما يكون مجيد إحنا لابد أن نمجد القرآن أو لا؟ ولا بد أن نمجد القرآن، ولا بد أن نكرم القرآن، ولا بد أن شنو؟ أن نعظم القرآن الكريم باعتباره مقدس من المقدسات، مقدس من المقدسات. هسه هنا اكو كلام كثير انه شلون نعظمه، شلون نكرمه، شلون نمجده. طرق متعددة يا اخوان، التكريم ما الى طريقة واحدة، الى شنو؟ طرق، وكل طريقة بعض الاحيان تتناسب مع البيئة اللي يعيش فيها الانسان، صحيح ولا لا؟ وهكذا هنا أنا أكو كلام كثير لكن إلى وقته إن شاء الله تعالى. زين، المقدس الثالث
هنا شوية أريد أوقف شوية حتى أوصل للرابع الأساس، بعد هذا الليلة وبكرة نتكلم به بتفصيل. المقدس الثالث، أصل القداسة هو الله. حتى المقدسات اللي تأتي من بعده فهي لارتباطها بمن؟ بالله جل وعلا، ولأن الله اعتبرها مقدسات جل وعلا، لأنها مرتبطة به وقريبة عليه وعزيزة عليه صارت مقدسات. اثنين، القرآن الكريم باعتباره كلام الله. المقدس الثالث في الإسلام اللي يجب أن يعظم ويكرم ويمجد وتحفظ حرمته، بل تعظم حرمته باعتباره من حرمات الله، وحرمات الله في القرآن يجب أن شنو؟ أن تعظم. أكو آية ومن يعظم شعائر الله، وأكو آية ومن يعظم حرمات الله. هذا حرمة من حرمات الله فيجب أن يعظم، ومن يعظم حرمات، يعظم تعظيم، شلون قلنا القرآن العظيم يجب أن يعظم. المصداق الثالث أيها الأحبة للمقدسات هم الأنبياء وأوصياء الأنبياء عليهم السلام. واضحة الفكرة يا ولا؟ بس هنا أنا أكو عندي كلام شوية تفتون. المصداق الثالث للمقدسات منو؟ أنبياء أوصياء الأنبياء. ولهذا ألفت نظركم إلى نقطة أيها الأحبة، في سورة الحجرات، أوعوني، في سورة الحجرات رب العالمين يعتبر، وشون يصير التعظيم والتكريم والتمجيد والاحترام، شون يصير في سورة الحجرات رب العالمين يعتبر أن رفع صوت الإنسان بحضور رسول الله، على صوت رسول الله وبحضور رسول الله يحبط الأعمال، يسوي بعبارة قرآنية أخرى، في القرآن الكريم الشرك بالله اللي سولفنا به قارنا ليلتين يحبط الأعمال. الشرك بالله شو يسوي؟ طبعا هذا المخاطب النبي، بس المراد به أمة النبي. إياك أعني واسمعي يا جارة كما قال أئمتنا عليهم السلام، لئن أشركت، وين اللي يحبون القرآن ويقرون القرآن، لئن أشركت ليحبطن عملك. المخاطب النبي، ولكن المراد بالآية منه؟ غير النبي صلى الله عليه وآله. إياك أعني واسمعي يا جارة، المراد الجارة مو النبي صلى الله عليه وآله، بس هو من خلال النبي الله يوصل الدرس الغيره. باعولي، لئن أشركت ليحبطن عملك. اللي يشرك بالله إش أكو عنده أعمال زينة، هاي الأعمال شنو؟ يحبط تروح هواء في شبك. زين، رب العالمين بسورة الحجرات يقول اللي يرفع صوته عن النبي وما يحترم النبي شنو؟ يحبط عمله. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتنا، بعد يقول أن تحبط أعمالكم. إذا رفعت صوتكم على صوت رسول الله أعمالكم شنو؟ تحبط. والشرك بالله يحبط الأعمال، فعدم احترام رسول الله ولو كان بمستوى رفع الصوت كالشرك بالله. شوفوا القضية ايش قد خطرة. احنا هسه قاعد نتكلم بلغة قرآنية، لو مو قرآنية نتكلم بلغة قرآنية، نتكلم بثقافة قرآنية احنا الآن. ذاك يخلي الأعمال تحبط وهذا يخلي الأعمال شنو؟ زين، لما القرآن يعامل النبي بهالطريقة صلى الله عليه وآله، اللي يرفع صوته بدون أدب على رسول الله أعماله تحبط كمن يشرك بالله أعماله، هذا تعظيم لرسول الله يوم تعظيم؟ تشوفون تعظيم، تكريم يوم تكريم، تمجيد يوم تمجيد. ليش هذا التكريم والتمجيد؟ ليش؟ لأنه مقدس، لأنه شنو؟ يعامل بطريقة. هسه
مو بس آيات قرآنية، نخلي شوية معطاه استراحة. ذاك أنا هاي دوم أقولها على المنبر، ذاك دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال له قال محمد، الإمام قال له صح اسكت طب، قال له هاي ابن رسول الله، قال له شنو قال محمد؟ ما تخجل؟ قال له شنو أقول؟ قال له قل قال رسول الله محمد، تأدب. وقر النبي كما وقره الله وعظمه كما عظمه الله. الله بعظمته، الله بعظمته لما يخاطب النبي يقول له يا أيها الرسول يا أيها النبي، وأنت تقول محمد، ذكر بتوقير بتعظيم بتبجيل بتكريم بتمجيد. قل قال سيد الخلق، قال رسول الله الأعظم، قال أقرب الخلق إلى الله، ثم قال محمد. ثم أن الإمام سلام، تقول الرواية، ثم أن الإمام سلام الله عليه، باعولي أحبابي باعولي، قام يقول قدامه حتى يعلمه يأدبه، قام يقول الإمام قال جدي رسول الله، قال جدي، يقول كل ما يقول قال جدي ينزل خده للأرض حتى ألسق جعفر بن محمد الصادق خده بالتراب احتراما لإسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المعنى هذا وارد أيضا عن الإمام السجاد، شبيه إلى وارد عن الإمام السجاد سلام الله عليه، أنه اذكر النبي باحترام، تأدب مع ذكر النبي صلى الله عليه وآله، تأدب. سامعين هاي الرواية من الخطباء أنه ماذا سميت ابنتك؟ قال فاطمة، قال لا تضربها، لا تصح بوجهها، لا تشتمها، لا تسبها، احترم اسمها، اسمها مشتق من أسماء الله، هو الفاطر وهذه فاطمة، هو المحمود وهذا محمد، هو العالي وهذا علي، هو المحسن وهذا الحسن، هو قديم الإحسان وهذا الحسين. هذه ولهذا بزيارة الجامعة الكبيرة، فما أحلى أسماءكم، فما أحلى، فما أحلى، هاي أسماء مشتقة من أسماء الله. ولهذا احنا قلنا القداسة منين ماخوذة؟ من الذول، حتى أسماءهم من الله جل وعلا، من أسماء الله جل وعلا. هذا المقدس الثالث. ولهذا تشوفون القرآن الكريم دائما يذكر على لسان اللي ما يحترمون الأنبياء والأئمة والقرآن وما يحترمون الوحي بصورة عامة والنبوة وإلى آخره، القرآن دائما يذكر على ألسنتهم ما يحترمون أنبياءهم ما يعظموهم. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يا نوح ماكو يا نبي الله، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم شنو؟ لا يعقلون. محمد محمد، القرآن يقول لا يعقلون، ذولا عقل ما عندهم، ذولا لو عندهم عقل يا رسول الله يقولون، شنو يا نوح شنو محمد شنو؟ أدبوا. هاي الآداب اللي ذكرها القرآن الكريم للأنبياء ولأوصياء الأنبياء عليهم السلام، باوعولي أحبابي إخواني أعزائي، هذه دليل على أنهم من أهل القداسة، ولهذا يجب أن يعظموا ويكرموا ويحترموا وينظر إليهم بشكل خاص. وهذا ما يفعله أتباع آل البيت مع الأنبياء والأوصياء، هذا اللي أمرتنا السماء به، أمرنا الله تعالى به. أيها الإخوة أقول لكم حكاية، تفتولي الله يحفظكم، تفتولي أقول لكم حكاية. أحد علماء الشيعة، أعز الله علماء الشيعة، حفظ الله الموجودين ورحم الله الماضين، أحد علماء الشيعة الكرام يتساءل في كتاب من كتبه، أنا مطلع عليه ما أحب أذكر أسماء، عالم كبير من علماء الشيعة، يقول ليش رب العالمين خلى في البسملة اللي هي لبداية كل عمل، كل عمل يبتدأ بمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أئمتنا قالوا العمل اللي ما يبتدأ بالبسملة أبتر، أبتر أئمتنا قالوا، كل كلام ما يبتدأ بالبسملة شنو؟ أبتر. كل عمل ما يبتدأ بالبسملة أبتر، إيش قال وأمتنا عليه موسى، أصلا بركة ما بي، بركة ما بي، البسملة كلها خير، ليش رب العالمين أودع بالبسملة اللي هي لبداية كل عمل؟ بسم الله شنو؟ الرحمن الرحيم، يعني خلى بالبسملة اثنين من أسماءه أو من صفاته. هسه هنا أكو، هسه تقولي لي أسماء وصفات، هنا أكو اختلاف بين علماء الإلهيات،
أنه سابقاً كان يفرقون بين الاسم والصفة، يو لا عندهم شيء واحد، الروايات شو تقول. هنا أنا أكو كلام فكري كثير وأكو كلام علمي كثير، بصراحة مو مجال المنبر، لأن هاي بحاط تخصصية إذا نقولها على المنبر نتعب الناس بلاش، فمجالها الأروقة العلمية. المقصود ليش الله أودع اثنين من أسماء أو صفات الرحمن الرحيم؟ يعني ليش ما ذكر بقية أسماء بالبسملة؟ ليش خلى الرحمن الرحيم؟ هذا العالم شي جاوب الشيعي، يقول لأن اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم يتسعن لبقية شنو؟ كل أسماء الحسنى. ذني يتسعن هذان الاسمان يتسعان لشنو؟ لبقية كل أسمائه. فلما ذكرتا بالبسملة معنى ذلك أنه خواص بقية الأسماء والصفات كلها شنو؟ إن ذكرت، لأن يعني هالاسم وهالاسم رحمهن يتسع لآثار بقية الأسماء الإلهية، فذني جامعات. فرب العزة خلاهن بالبسملة، ولما ينذكرن خواص بقية الأسماء تنذكروا ياهن لسعة هذين الاسمين. باوعوني، خلى الرحمن وخلى شنو؟ وخلى الرحيم. طبعا هسه أقول لكم قضية ثانية، هسه تقول لي هذا الجاب على قداسة الأنبياء والأوصياء حتى نروح للمصداق الرابع، هسه أقول لك إجابة، بس امشوا وياي. أقول لكم قضية، شوفوا إخواني لما نجي لثقافة الرحمن الرحيم في القرآن الكريم، طبعا هسه علماءنا هم يفرقون بين الرحمن والرحيم، يعني شنو رحمن شنو رحيم. مثلا بروايات آل البيت رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، حتى الإمام الصادق أكو عنده كلام دقيق يقول اسم الرحمن اسم خاص لأمر عام. هسه لدوخ أوضح، والرحيم يقول اسم عام لأمر خاص. يعني شنو الرحمن اسم خاص؟ مرتبط بالله جل وعلا، شلون لفظ الجلالة الله، هذا مختص بمن؟ بالله. الرحمن كذلك مختص بمن؟ فهو خاص يو عام، خاص لأمر عام. أمر عام مشلون؟ يقولون رحمانية الله تشمل المسلم والكافر والكل. شلون تشمل؟ أبين لك شلون. أنت الآن هذا المطر رحمة من الله يومه رحمة، لما ينزل الكل يستفيد منه يومه الكل، هذا يستفيد منه من رحمانية الله. مو بس المطر، حياتك الله أعطى الحياة للمسلم والمن للكافر، الصحة الله أنطاها للمسلم، لكل شيء، كل نعمة من نعم الله الله أعطاها للجميع جل وعلا. هاي أعطاها برحيميته لو برحمانيته؟ برحمانيته، فهو اسم خاص لأمر عام. الرحيم قالوا لا، يطلق على غير الله تعالى، ولهذا الله يقول عن النبي بالمؤمنين شنو؟ رؤوف شنو؟ رحيم، ولكنه لأمر خاص. لأمر خاص شلون؟ يقولون الرحيم يستفيد من المؤمن كعناية خاصة للمؤمن، الرحمن يستفيد منا شنو؟ الكل، أما الرحيم يستفيد منا الخواص. فتلك رحمة عامة وهذه رحمة خاصة. طبعا هذه المعارف ما تجدوها إلا في مدرسة النبي وآل النبي صلوات الله عليه. إخواني هسه قبل لا أربط هذا البحث بالأنبياء والأوصياء وليش نكرمهم والقرآن إيش أعطاهم حتى نعظمهم، باوعوني إخواني، رحمة الله، رحمانية الله، رحيمية الله، رحمانية الله على وجه الأخص، لما ترجع للقرآن الكريم ارتبطت بكل شيء. شلون ارتبطت بكل شيء؟ صدق تعبتوا يو البحث شيق شيق. شلون ارتبطت بكل شيء؟ هذا نظام التكوين، نظام التكوين، هذا الكون وما يحكمه من نظام، الكون كله كله وما يحكمه من نظام. رب العالمين في القرآن يقول هذا كل قائم على أي أساس؟ الرحمة. على أساس شنو؟ الرحمة. شلون؟ وين القرآن ذكر ذلك؟
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هو الكون اللي خلق رب العالمين كله كله، سماوات أرض وما بين السماوات والشنو والأرض، مو إخواني صحي ولا موتشي؟ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هسه ستة أيام، أيام هاي أم 24 ساعة اليوم، أو ستة أيام مراحل المقصود، ستة أيام بأيام ذاك العالم مو هذا العالم، طريقة الحساب بذاك العالم مو بهذا العالم. إن يوما عند ربك، شوف، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أكو يوم ثاني 50,000 سنة، اليوم 50,000 سنة. هسه هاي ستة أيام، ستة أيام ذيك، ستة أيام مراحل، ستة أيام 24 ساعة. هنا اختلف المفسرون وأكو كلام، هذا الآن مو محله، الذي يعني إلى وقت آخر، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هسه شنو العرش وشنو الكرسي وشنو الفرق بين العرش والكرسي؟ هنا هم أكو كلام. بعدين إيش قالت الآيات؟ ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يعني السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض والعرش والاستواء وكل شيء قائم على شنو؟ الرحمن، الرحمن على الرحمة. فهذا هذا الكون اللي انت عايش فيه كله قائم على أي أساس؟ الرحمن، الرحمة. ولهذا رب العالمين لما خلاها لبداية كل عمل بسم الله الرحمن، التفتوا الخطورة هاي الكلمة، احنا نقراها بالصلاة شلون مكان، فكروا بيها. هاي الرحمن كبيرة مرتبطة بخلق السماوات. إخواني الآن كل المختصين بشأن الفضاء، كل الفهمو بالفضاء، كل الفهمو الفهمو بالفضاء، طبعا هم بعدهم، هم يقولون بعدهم ما فهموا 0.1% بالسماء الأولى الدنيا. يعني هم يكتشفوا لهم كوكب واحد، مرة ثانية يصعدون يلقون الكون والد، هاي بسماء الدنيا فقط، والد لألف كوكب. ولهذا القرآن الكريم يقول كذا خلقنا بأيد وإنا لموسعون. هاي كلها بالسماء الدنيا الأولى، السماء الثانية الثالثة ذيك حسابها غير حساب. يعني هذا الكون كله سماوات وأراضين وما بينهما وعرش قائم على شنو؟ الرحمن. هذا واحد. اثنين، أصلا نظام خلق الإنسان اللي هو بهذا الكون قائم على أساس الرحمة الإلهية، قائم على يا أساس وين؟ إلا من رحم ربك، ضعولي، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني خلقهم لمن؟ للرحمة، ولذلك خلقهم للرحمة. نظام الكون قائم على الرحمة، خلق الإنسان قائم على من؟ هسه تقول لي إيش جاب بحثك على المقدس الثالث؟ هسه راح أقول لك، بس إذا ما بين هذا الشيء ما راح ندرك حجم الكلمة المهمة اللي راح أقولها. لما أبينها وأقول الكلمة راح تعرف حجمها وقيمتها. أساس الكون قائم على الرحمة، خلق الإنسان في القرآن قائم على من؟ على الرحمة. بعد، النظام التشريعي والقانوني اللي يحكمنا، الشرعي اللي يحكمنا، القرآن الكريم يقول هذا النظام هم قائم على من؟ على الرحمة. وين؟ الرحمن علم القرآن، خلق علمه هذا كله علم الراجع للرحمن. علم علم القرآن. السنة في شهر رمضان أنا 23 ليلة أسولف عن علوم القرآن، إذا الإخوة تابعوا كان عندي مجلس على المعاد ومجلس ثاني علوم القرآن، إذا تابعتوا 23 ليلة أنا أسولف الرحمن إيش علم القرآن. 23 ليلة شلون أقدر أنا بعد الآن
فالنظام التشريعي والنظام القانوني وكل شيء يحكم هذا الكون هم قائم على أي أساس؟ الرحمة. بعد أكثر من هذا، هسه طلعت البداية والقانون اللي نمشي به من بعد بداية الخلقة كله قائم على الرحمة. زين والنهاية؟ والنهاية يعني إحنا هسه الآن وصلنا نصف الطريق، بداية رحمة، كون رحمة، القانون اللي يحكمنا من البداية إلى أعتاب النهاية هم القانون مصيوغ على شنو؟ على الرحمة. زين ونهايتنا شلون؟ شوف القرآن ماذا يقول: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. فنهايتنا هم قائمة على من؟ على الرحمة. يعني والله عجيب، شوف شو يسوي القرآن الكريم، والله مأساة أنه هذا الدين اللي كونه على الرحمة، بدايته على الرحمة، نهايته على الرحمة، ما بين البداية والنهاية قانون على الرحمة، الآن هذا الدين قام يحجون به أهل الذبح والقتل والتفخيخ والتفجير مع الأسف، ويقولون إحنا نمثل هذا الدين. والله مأساة، دين الرحمة ذولا يمثلوه؟ ألمي والله. أصحاب التكفير الآن مع الأسف، مع الأسف أنا أقول لكل من يسمع صوتي في العالم، صوت الرحمة يمثل النجف، صوت الإسلام الحقيقي من يمثله؟ نجف، بلد الرحمة، مدينة السلم والسلام، اسمها مدينة شنو؟ السلام، مدينة السلام، هاي الرحمة، هاي الرحمة. زين، إذن حتى القيامة قائمة على الرحمة، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذا ثبت ذلك أيها الأحبة، ضاعوا لي هنا وهو ثابت قرآنيا، أقول حكاية، وإحنا بالمقدس إيش قد رقمه؟ 3، اللي هو الأنبياء الله جل وعلا، ضاعوا لي، الله جل وعلا لما ذكر حبيبه المصطفى في القرآن يا إخوة أصر القرآن الكريم على ربط رسول الله بالرحمة صلى الله عليه وآله، لا في آية ولا في آيتين ولا حتى في 3، دائما القرآن لما يذكر النبي يذكر بمن؟ بالرحمة. هذا كلام مهمها، خطيرها، ثقيل، دقيق. وين القرآن الكريم فعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مثلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، رسول الله رحيم صلى الله عليه وآله، يعني تتجلى فيه رحمة الله جل وعلا. بعد وما أرسلناك شنو؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زين ما هي الرحمة؟ قائم على أساسها الكون وبداية الإنسان وقانون الإنسان ونهاية الإنسان، كلها قائمة على الرحمة. والرحمة الحقيقية في القرآن اللي تتجلى فيها آثار رحمة الله هو رسول الله الأطهر محمد صلى الله عليه وآله. طبعا ونفسه أمير المؤمنين وحسين اللي هو منه، وهو شنو؟ من حسين كما قال صلى الله عليه وآله، يعني هو وعترته. ولهذا في زيارة الجامعة الكبيرة في الأئمة عليهم السلام معدن الرحمة، معدن الرحمة، هذه كلمة مهمة. لما يكونون أمة تجلي لرحمة الله، بعد لا تتعجب لما لولاك ما خلقت الأفلاك، لأن الأفلاك مخلوقة بالرحمة وهم تجلي الرحمة. بعد لا تتعجب لما تقرأ بكم فتح الله وبكم شنو؟ يختم، طبعا لأن رب العالمين فتحها بالرحمة ويختمها بمن؟ بالرحمة. ورحمة الله في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله يا حبيبي
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انت جبت الناس بالرحمة لان انت تجلي الرحمة، انت مظهر الرحمة. هي القرآن يصر على رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الموضوع مو سهل بالقرآن الكريم، كبير، كل شيء متوقف عليه في القرآن الكريم. فلما يكون رسول الله الرحمة، هاي حكاية كبيرة أيها الإخوة، ولهذا مقدس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، مقدس، نعم مقدس. وهكذا نفسه كما في آية المباهلة، مولاي ومولاكم ومولى كل مؤمن ومؤمنة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا الحسن، وهكذا الحسين، وهكذا الأمة الطاهرين، وهكذا الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام، دول رحمة رب العالمين. ولهذا أتمنى على المسلمين أن يقرأوا تراث آل البيت، أتمنى عليهم اطلعوا على تراث آل البيت. الآن العالم كله محتاج رحمة، عالمنا الإسلامي بالخصوص محتاج رحمة، والرحمة موجودة عند محمد وآل محمد. نعم أيها الأخوة، إخواني، هذا مروان آخر حكام بني أمية، آل مروان، اسمه مروان. هو الكتاب والمؤرخون وغيرهم هم يلقبوه بالحمار، هم يسموه مروان الحمار، مو أني، أنا طبيعتي ما أحب أسيء لأحد أو أستخدم لغة سب أبداً، مو هذا مو منهجي، ولا أحب هذا المنهج، بس هم يسموه، أنا ما لي ربط، هم يسموه مروان الهذا. هذا لما حوصر وانتهى ملك بني أمية، تدرون ايش قال للاصحاب؟ بكى، قالوا له ليش تبكي؟ قال لهم ذولا المحاصرين مو يدعون انهم ينصرون آل البيت ويردون يقتلون على مود اهل البيت؟ اتمنى ذولا كان يقودهم علي ابن ابي طالب. ايش قال لهم؟ قال لهم اتمنى يقودهم علي ابن ابي طالب ذولا. قالوا له ليش؟ ولا يقودهم علي ابن ابي طالب؟ قال لهم ذولا لو يقودهم علي ابن ابي طالب لعفى عنا، ولحفظ اعراضنا، ولحفظ اموالنا، ولسرحنا سراحا جميلا الى مناطقنا، بيوتنا، مدننا. لان علي تاريخه كله هكذا رحمه وخير وبركه، ما يوم اذى واحد علي بن ابي طالب ابدا. الناس تاذيه وهو يعفو عنها سلام الله عليه. حسين يجي اللي جعجع به وحاصره وأوصله إلى كربلاء، يجي يوم العاشر بينه وبين شهادة الحسين ساعة، والحسين حوصر من وراء. قال له أبا عبد الله إلي باب توبة أنا. هو جاي طبعا، يعني ما متصور الحسين ينطيه توبة، يعني مستبعد، لأنه يعني قال له إلي توبة أبا عبد الله، الوقت راح خلاص، أنا وصلتك لهالمرحلة، أنا يا حسين. التفت لأبوي، طبعا هو كان خجلان مدنق راسه وقالب درعه، هاي عند العرب صعب الشجاع يقلب درعه، قالب درعه وخجلان ومدنق راسه وخال مصحف قرآن على راسه ومستحي. إلي توبه يا الباب انغلق. التفت لأبو عبد الله قال له إن تبت تاب الله عليك، أنا رحمة الله الواسعة. هذه الرحمة الآن كل الأمة محتاجة لهاي الرحمة، الرحمة عدهم عليهم معدن الرحمة سلام الله عليهم أجمعين. زين، المقدس الرابع. زين خوش مشيت، ما طولت بالحكي الليلة، وصلت لأساس بحثنا ونحن في ليالي البقيع. المقدس الرابع في الإسلام أيها الأحبة، في ثقافة القرآن الكريم، في ثقافة الإسلام، أكو أزمنة مقدسة وأكو شنو؟ أماكن مقدسة في ثقافة الإسلام. والاعتقاد بهذه العقيدة لوجود النص الوحياني هو توحيد أو شرك؟ هو توحيد، لأن النص القرآني موجود. أكو في القرآن أزمنة مقدسة، وأكو في القرآن شنو؟ مو مكان، مو
خاف واحد يقول لي، يقول لي لا 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 أوه أنت صير دقيق بالكلام. يا بشو أصير دقيق؟ يقول لك أكو مكان مقدس، إحنا كل المسلمين متفقين على هذا المكان المقدس. أنت تريد تقول لي الكعبة مكان والكعبة أحجار والكعبة مقدسة، تجي تتجادل تقوله نعم هذا الأرض أقوله. زين هذا شو اللي ربط بمراقد الأئمة عليهم السلام؟ أقول له لا، في القرآن الكريم مو أكو مكان مقدس، أكو شنو؟ أماكن مقدسة. فإحنا إذا تحكمنا ثقافة القرآن لو هذا الحكي كله ناخذ لأنه قرآني يو كله شنو؟ كله نعوفه. أما آخذ ما يعجبني وأترك الما يعجبني هذا ينطبق عليه قول الله تعالى اللي ذمه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. القرآن ما يقبل. الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني مقطع، آخذ اللي يعجبني مني منه وأترك شنو؟ أترك اللي ما يعجبني منه. القرآن ما يقبل هذول، ذمهم القرآن، لو ناخذه كله لو نعوفه كله. القرآن بي أزمنة مقدسة وبي أماكن شنو؟ مقدسة. يا سيدي يعني كيفك وياك؟ وحدة وحدة، أنا وياك وحدة وحدة. لأن احنا نريد نوصل فكرة للمسلمين بكل أدب واحترام وبثقافة القرآن الكريم وبلغة القرآن الكريم، حتى هم أتباع آل البيت يتسلحون بالعلم، وحتى غير أتباع آل البيت لما يشوفون كلامنا منطقي وعلمي وقرآني وكل احترام وأدب هم يقتنعون بكلامنا إن شاء الله تعالى، ويعذرون فيما نعتقد به. هسه يردون يعتقدون ويانا أهلا وسهلا، ما يريد يعتقدهم على الأقل شنو؟ يعذرني فيما أعتقد به، أنا عندي دليل على ما أعتقد به مو اعتباطا. واضح الفكرة يولا؟ هسه الأزمنة المقدسة في القرآن، هذا مو وقتها الآن ولا بحثي، صح يولا؟ هذا مو بحثي الآن لأنه إحنا ليالي البقيع. هذا الكلام أتركه إلى وقت آخر. أجل شنو؟ للأماكن المقدسة، أماكن مو مكان، أماكن المقدسة في القرآن. مثل شنو؟ واحد واحد من الأماكن المقدسة في القرآن الكريم اللي تعظيمها وتقديسها وتكريمها ورفع بنائها ومقامها يعتبر توحيد، بل قلب التوحيد، هو الكعبة المشرفة المكرمة المقدسة. شو تريد تعبر؟ عبر، كله صحيح. مكان، مكان مقدس، الله يقول مقدس. فالاهتمام به، المجيء إلى قصده، إعماره، الاهتمام به، تعظيمه، تفخيمه، حفظ حرمته، هذا كله يعتبر من التوحيد يوم من الشرك، من التوحيد. تقول لي بس هاي لا، اكو اماكن اخرى، انتظرني شوي شوي. وحده 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 وحده، انا احب البحث يترتب، اذا ما ترتب ما نطلع بنتيجه، يترتب شي شي. يا اخوان هذا المكان لما تجي للقران تكتشف عجائب، صدقوني عجائب. يعني اولا طوعوني، اولا رب العالمين يقول هاي الاحجار اللي تشوفوها، هاي الاحجار اللي تشوفوها هذه مبنيه على اساس التوحيد، فالاعتقاد بيها وتعظيمها شنو؟ توحيد، قلب التوحيد. اصلا مو بس مبنيه، هندستها على اساس التوحيد. اصلا عماره المسجد الحرام والبيت الكريم عمارتها هندستها قائمه على اي اساس؟ توحيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باوعولي باوعولي شوفوا، يعني اخواني اصلا بناءها توحيد، هندستها توحيد، لما تقصدها علما قاصد للتوحيد وترك الشرك، شوف تعظيمها توحيد، ولهذا مكان مقدس. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، مكان شنو؟ أصلا نفس مكان البيت، بناء البيت، هندسة البيت، هذا كل نازل من الله. أصلا أكثر من هذا،
تدرون أئمتنا ايش قالوا إخواني؟ هسه مع الأسف الوقت بدأ يخوفني، الوقت بدأ يضغطني. أصلا تدرون أهل البيت ايش قالوا؟ قالوا أصلا نفس الحجر نزل من الجنة، نفس الحجر. أصلا أهل البيت تدرون ايش قالوا؟ أهل البيت قالوا نفس قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم شنو؟ القواعد. القواعد منين نزلت؟ من الجنة نفس. ولهذا أنا عبرت بدقة، قلت حتى هندسته، حتى حجاراته، حتى كل توحيد. أصلا القواعد نزلت من الجنة، مكان البيت تحديد رب العالمين، هندسته توحيد، كل شيء توحيد، مكان مقدس، أحكامه خاصة، وضعه خاص، كل شيء خاص. حتى هنا أكو كلامهم بين العلماء، القرآن الكريم يقول وإن من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن من شيء إلا شنو؟ عندنا شنو؟ خزائنه. وينزل من الخزائن على نحو التجلي مو التجافي. التجلي يعني لما ينزل من الخزائن أثره يبقى موجود من مكان نزوله، مثل الفكرة. هسه أنت الآن لما عندك فكرة بذهنك وتنزلها على الورق، لما تنزلها على الورق تفقد مكانها بذهنك يو تبقى موجودة بذهنك؟ ها؟ تبقى موجودة بذهنك وإن نزلتها على الورق تبقى موجودة. هذا نزول على نحو التجلي. وإن من شيء إلا عندنا شنو؟ خزائنه. ليش عندنا خزائنه؟ لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. باق تفتولي. هاي القواعد اللي نزلت وهذا الحجر اللي نزل أثره الطيب في الخزائن موجود يوم موجود؟ موجود. ولهذا في روايات آل البيت، إخواني أنا اليوم جايب وياي كتاب علل الشرائح للشيخ الأقدم الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية. 381، احنا الآن بأي سنة هجرية؟ 1436. الشيخ الصدوق متوفى 381، في المجلد الثاني من علل الشرائع في باب العلة التي من أجلها سميت الكعبة كعبة. باعولي باعولي. رواية عن الإمام الصادق، وروي عن الإمام الصادق أنه سئل لما سميت الكعبة كعبة. هاي المعارف والعلوم ما موجودة إلا عند آل البيت، عند غيرهم ما موجودة. لما سميت الكعبة كعبة؟ شوفوا أقول حتى هندستها توحيد، بناءها توحيد، قواعدها توحيد، مكانها توحيد، كل شيء يرتبط بها توحيد. شوفوا قال لما سميت الكعبة كعبة؟ قال لأنها مربعة. من قال؟ الإمام الصادق. لأن الكعبة شنو؟ مربعة سميت كعبة. فسأل الإمام السائل قال ولما صارت مربعة؟ سؤال يوم مو سؤال، ها؟ ترى سؤال. قال له ليش صارت مربعة؟ أنت تقول قلت لك ليش الكعبة كعبة؟ قلت لأنها مربعة، هي ليش صارت مربعة؟ قال الإمام لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع. الكعبة نزلت منين؟ من البيت المعمور. البيت المعمور كانت الطوفة الملائكة، يعني الكعبة سماوية، الطوفة شنو؟ الملائكة. قال منها نزلت وهي مربع. البيت المعمور شنو؟ مربع. فلما نزل من المربع شو يكون؟ كذلك. سأل الإمام سلام الله عليه قال ولما صار البيت المعمور مربعا؟ وياي هو انت تقول الكعبة مربعة بحذاء البيت المعمور وهو مربع بمربعة، هو البيت المعمور ليش مربع؟ ايش جاوب الإمام الصادق عليه السلام؟ قال لأنه بحذاء العرش وهو مربع. طبعا هنا مو الترديع اللي نفهمه المادي، العرش علم الله، هنا أكو كلام إلى وقته. قال ولما صار العرش مربعا؟ شوفوا الأصل توحيد. شوفوا ايش قال الإمام؟ قال الإمام لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع، فصار العرش مربعا
والبيت المعمور مربع والكعبة شنو؟ مربعة. قال له شنو الكلمات الأربعة اللي بني على الإسلام؟ قال سبحان الله تنزيه، والحمد لله تحميد، ولا إله إلا الله تهليل، والله أكبر تكبير. وهاي أربعة يا مو أربعة. فهندسة البيت وتربيع البيت قائم على التنزيه والشنو والتحميد والشنو والتهليل وبعد والتكبير، فهو قائم على التوحيد ولا ها؟ قائم على شنو؟ على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، شوف، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، الإخوة يقولوا لي بعد المحاضرة أكو رادود، بعد المحاضرة أكو رادود، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أصلا مكان البيت للتوحيد، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وإلى آخر الآية. دخلي أكمل الكعبة بسرعة حتى بكرة مباشرة نروح لبقية الأماكن المقدسة. خلي بلا شرح بسرعة. بعد قواعد البيت قامت على الخلوص لله والإخلاص والخلوص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، خلوص وإخلاص. والمراد ببناء القواعد شنو؟ وجه الله جل وعلا، وجه الله، لأن إبراهيم من المخلصين وإسماعيل منين؟ من المخلصين، فعملهم هم شيكون زين. بعد هذا البيت بيت التوحيد، هذا المكان المقدس، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، هذا البيت لا يمسه إلا الأطهار. شلون القرآن لا يمسه إلا المطهرون؟ هذا مقدس وهذا شنو؟ هذا كتاب مقدس وهذا شنو؟ هذا مكان مقدس. ذاك ما يمس إلا المطهرون وهذا شنو؟ طهرا. زين، بعد أقدم بيت التوحيد والعبادة، إن أول بيت وضع للناس للأول بيت، الأول بيت، ولهذا سمي البيت العتيق. وما سمي؟ سمي بيت العتيق. زين، بعد مثابة للناس وأمنا، الناس يرحون ويرجعون له. بعد مصدر القيام والحركة والاستقامة والمقاومة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، حركة، قيام، حيوية، نشاط في مجال توحيد الله جل وعلا. زين، هذا يكفي بالكعبة المكرمة، بس هو هذا المقدس، الأمكنة المقدسة هي بس الكعبة. الكعبة شو لها ربط بمراقد المقدسة؟ لا، أكو أماكن أخرى مقدسة في القرآن. وين؟ في الليلة آتية إن شاء الله تعالى، حتى نبين بقية الأماكن المقدسة في القرآن ونصل إلى البقيع ونختم هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. الحسين عليه السلام أبو السجاد، بس احنا سولفنا مكة كلها اختيار 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 من السماء. الحسين لما كمكان مقدس راح نجي إن شاء الله. الحسين لما يصل إلى كرب وبلاء، مو بس إمامك أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا مكانه، تدرون هذا المكان اشتراه إبراهيم الخليل وما تدرون؟ إبراهيم لما خرج من بابل مر على هذه الأرض، وصل لهنا، هاي البقعة اشتراها أمير اشتراها إبراهيم الخليل، هاي البقعة اشتراها إبراهيم الخليل لما مر عليها، مختارة، مختار. الحسين عليه، حتى يقال لهذا سميت بانقيا أو بانيقيا، سما ما أعرف، لأنها اشتراها بأربعمائة من الإبل، بعض يقول، أكو اختلاف بعض التفاصيل. المهم
حسين عليه السلام في كربلاء يقف به جواده، أرض مختارة خاصة، يقف به الجواد، يبدله بجواد آخر ما يتحرك، بثالث، بعاشر ما يتحرك جواد. حسين التفت لأصحابه قال لهم أصحابي؟ قالوا له نعم أبا عبد الله. قال لهم هاي الأرض شنو اسمها؟ وكم سائل عن أمره وهو عالم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله هو يدري عصا بس يسأل لي حكمة. شنو اسم هذه الأرض؟ قالوا له أبا عبد الله اسمها شاطئ الفرات. تدرون أهل البيت يحبون الفرات، الفرات نهر أهل البيت. حسين عليه السلام تنفس الصعداء لما سمع الفرات. قالهم بعد أكو لها اسم ثاني؟ قالوا لا إيه اسم ثاني. قالهم شنو؟ قالوا لها الغابريات. قالهم الله، هاي الأسماء كلها موجودة ببالي، بعد لها اسم ثالث؟ قالوا لهم نعم. شنو اسمها؟ نينوى. لها اسم رابع؟ نعم كذا كذا كذا. أكو اسم أبو علي يريده. قام له واحد قال له أبا عبد الله أكو إلها اسم آخر. حسين قال له شنو؟ قال اسمها كربلاء، اسمها كربلاء. سمع كربلاء، التفت الأهل بيته وأصحابه قال لهم ها هنا تحط الرحايا، حط الرحال. كربلاء هذه أرضنا الموعودة، هذه كرب وبلاء على آل رسول الله. حطوا رحالكم، نصبوا الخيام، هنا راح تصير أعظم معركة في تاريخ الكون، هنا راح تصير أعظم مصيبة في تاريخ الدنيا. هنا رزية الحسين، هنا كربلاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أو زينب دخلت الكربلاء بكل عز واحترام، هي تقول زينب أخذني من إيدي عباس وطلعني من المدينة، أخذني من إيدي عباس وطلعني، طلعني طلعني، سحقت متنا وعلى الناقة وضعني، حقت متنا وعلى الناقة وضعني. بعد سوى العباس والله وضعني وانشر رايته علي وقبعني، الله الله، وانشر رايته علي وقبعني، الفخر كل الفخر جر وتبعني وتبعني، وضعني طلع وش محلاه تضعني. هاي من المدينة. وضعني طلع وش محلاته ضعني، شلون وش محلاته؟ والله ضعني لحد شافني ولحد عفية بيك ابو تعزية انت ابو مجالس انت. نعم عفية خوش جواب. والله وما حد شافني وما حد، يا بس معني اجيت الكربلة ودهر فجعني. جبتن على موت كربلة. والله انا جيت، انا جيت، انا جيت الكربلة ودهر فجعني. شلون فجعت؟ يوم 11 من المحرم لما زينب كانت واقفه براها النسوان والايتام ما عندهم حد. خرجوني يا اخوان، ثلاث ايام ما نايمه، ما نايمه، ما نايمه، ما نايمه، ما نايمه. وزينب واقفه عطشانه وجوعانه، واقفه وجامعه وتنتظر أمرها. وإذا بشمر ابن الجوشان أبران ياق هزيلة، قالها زينب كون ناخذكم للكوفة. قالت لا أنا ما متعودة أمشي بضعن، ما بي كفيل من يمشي وياي بهالضعن. قالها زينب تمشين ويانا يا زينب. شاية مؤلمة هاي، وايد تأذي هاي الحكاية.
دارت عينها على اخوتها قالت لهم تدرون بي هاشمية ابت تدرون بي غاشمية غاشمية ورفقة عدو صعبة علي يا برفقة عدو صعبة علي انا مخدرة حامي انا مخدرة حامي الحمية وامي فاطمة الزهرة الزكية انا شلون امشي ويا ذولا زين هنا صارت اكو مشكلة تباوع لي مو هذا قلبك كون اكسر الليلة شلون ما اكسر قلبك كون الاشمة هذا الحسين هذا ابو علي اذا الدمعة ما تطيح على الحسين عليه ما نطيح الدمعة سيد حيدر الحلي يقول للصاحب الزمان يقول له ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة إذا كربلة ما تهيجك شنو يهيجك يا ابن رسول الله ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بعمض من تلك الفجيعة تجي فجيعة مثل كربلة حتى تأذيك حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت غلوعة ماكو مثل كربلة كون تبكي كربلة المهم هنا زينب عليها السلام قالت للأعداء قالت لهم ابتعدوا عنا ديروا وجوهكم ليش قالت لهم نريد نصعد النسوان على النوق فأنتوا ابتعدوا عنا حتى نصعد النسوان ابتعدوا من يصعد النسوان زين العابدين وزينب ينوخون الناقة ويصعدون المرأة عن ناقة ويصعدون الأطفال عن ناقة ويجون للناقة الثانية يصعدون عليها النسوان والأطفال وهكذا زين خلصوا منو بقى؟ بقى زينب وزين العابدين. هنا صارت مشكلة. منو يركب منو عنا؟ زينب قالت زين العابدين عم علي خليني اركبك على الناقة. قالها عم شلون تركبيني على الناقة؟ إذا ركبت على الناقة من الذي يركبك؟ هي تقول له أنت اركب ويقول لها أنت اركب تحير وصارت سوت زينب وقفت قدام الامام وباوع عليها زين العابدين عندك حاجه قال لها وضي الذب بالانفاس 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 ركب انت وخليني ويا الناس يا بائر ركب انت وخليني ويا الناس عندك حاجه والله يا لنا يا واسدارت عينها وصاحها عفية بيه أبو تعجي أنت والله دارت عينها وصاحت يا عباس وينك أبو فاضل أنت جبتني عباس يا عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني وجنك رحيت عني وعفتني تقعد يا اخويا وشوف متني مشياط زجر الور ومتني ابيات الدعاء ركبها زين العابدين وزين العابدين الاعداء ركبوه بالسياط سلام الله عليه وربطوا النسوان على النياق يا ويل عليهم مولانا وقام يمشي الضعن ما اقرا المصيبه كلها بس هالبيت وقام يمشي الضعن لما مر ومثل ما قلت لك البارح على الاسم الحسين واذا بالضعن يسمع صوت هنا يا شايلين الضعن تانوني تانوني هنا يا شايلين الضعن تانوني وإن جان عدكم عجل بإخواني مرون نايا شايلين الضعن لو ساعة تانوني وإن جان عدكم عجل بإخواني مرون ليش مروني والله مروني أنا ما ودعيت إخوتي ولا غم ودعوني أنا ما ودعيت إخوتي ولا غم ودعوني وأنا على ظهر الهزل خلهم يشوفوا
وانا على ظهر الهز الخلوم يشوفوني محمد وآله. صل على محمد وآل محمد. عجل فرج مولانا يا الله. تفضلون. إيه ما وين ما وين ما وين ما وين